سعيد، كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده. من قناة هلا، قناة العائلة العربية، برنامجنا الميداني استنى شوي ينطلق اليوم بحلقة احتفالية بعيد الفطر السعيد. هالحلقة اخترنا نصورها في مدينة عرابي وتحديدا في مركز مدينة عرابي. راح نرصد أجواء العيد بهالحلقة الحلوة، حلقة العيد من قناة هلا. بنذكركم دائما أبدا ما تستنوا عن عمل الخير، أبدا ما تستنوا ترسموا بسمة حلوة على وجه كل إنسان بتلاقوه بتعرفوه أو ما بتعرفوه. معنا استنوا شوي، استنوا شوي رح نسألكم عن مثل ونعيد عليكم سوا. وأهلا وسهلا فيكم، حلقتنا عيد الفطر السعيد في عرابي. تعالوا نشوف شو رح يصير معنا. مرحبا، هلا فيك. فطر سعيد، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير، تسلم. الله يسعدك. بتعرف عليك الاسم الكريم؟ انا حسين بدرني. يا هلا عم حسين. حسين من عرابي طبعا. صحيح. شو بتعمل، شو بتشتغل، شو بتتعلم؟ انا صراحة سنه ثانية للصحف والاعلام، ان شاء الله بالمستقبل ناوي اصير صحفي كبير وبشتغل بمحطة بنزين. الله يسعدك. حاليا يعني انت بتدرس بالجامعة صحافة واعلام، اي سنة؟ صحيح سنة ثانية. الله يعطيك. وين بتدرس، بأي جامعة؟ أنا بكنيرت. كنيرت، الله يسعدك. طيب يعني نحجز لك محل بقناة هلا؟ إن شاء الله، ليش لا؟ إن شاء الله. طيب شو اللي أخذك على عالم الصحافة والإعلام؟ يعني اليوم نادر ما نشوف شباب بروح على هذا الموضوع يدرسوا أكاديميا بالبلاد. صحيح 100%. أنا من وأنا طفل صغير وحلمي إنه أصير صحفي وإعلامي كبير، خاصة في موضوع الرياضة، لأن أنا جدا بحب موضوع الرياضة وخاصة كرة القدم، والحمد لله رب العالمين يعني عندي معرفة كبيرة في هذا المجال، وإن شاء الله الله برزقنا ونصير صحفي كبير وبيعرفونا الكل. أنا بدي أنطيك تب صغير، تعرف شو بدي أنطيك؟ تفضل. بقناة هلا مدير عام مؤسسة بانوراما بنت وقناة هلا أستاذ بسام جابر، ومدرسة في كرة القدم، فدربك هناك. أول إشي بنوجه له تحية أستاذ باسم، طبعا أنا بعرفه بسام جابر، وان شاء الله ان شاء الله بالمستقبل رح نيجي ونشتغل بقناة هلا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. طيب احنا برنامجنا بيحكي عن اجواء العيد. كيف اجواء العيد؟ احنا بحلقة عيد، كيف اجواء العيد؟ زي ما انت شايف والله اجواء بتجنن هون، دايما كل سنة بعرابي بيعملوا فعاليات كثير ممتازة، برمضان برضو كثير الاجواء ممتازة هون، طبعا اجواء دينية مسلمة رائعة جدا كالعادي دائما. طبعا في بلايات مجموعات هون المسؤوله عن هاي الفعاليات الممتازه بالبلد، اللي هي دائما يعني بتشاركنا وبتخلي كل ابناء البلد تشارك، والحمد لله يعني شيء بجنن دائما كل سنه. حبيبي عم حسين، انا بدي اشكرك. بالاخر بدنا نسالك عن سؤال وننطيك جائزه، مثل بتتابع البرنامج، عارف شو الفكره؟ بس منتابع حبيبي. الله يسعدك. طيب مثل عربي، ركز معي عشان تزبط المثل. مثل مثل تراثي قديم بيقول جاجي حفرت على راسها عفرت. الله، برافو عليك. يلا هون من عرابي ببيبي شارك بانتظارك هدية حلوة. شكرا لك حبيبي. شكرا. رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير. بدنا ننطيك تعايد على من تحب. يلا ان شاء الله. بوجه احلى تحية لكل الصحفيين والاعلاميين، ان شاء الله كل عام وانت بألف خير ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا. شكرا عزيزك. شكرا. مرحبا. اهلا حيا. كل عام وانت بخير، فطر سعيد. وانت بألف خير يا رب. لك نتعرف عليك، الاسم الكريم؟ منصور بكري من عربي. يا هلا بك. بكريه؟ بكريه. العائلات كثير معروفه هنا بعرابي، لا اكيد عائلات بكريه. ذكرني ايش في عوض؟ في نصار، في كثير شغلات. شو ياسين؟ بدارني اكيد. شلاطة كله وشلاطة. في كثير كثير عائلات. ايوه. ومدينه عرابي يعني شو 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 علاقه مدينه عرابي بالعكوم؟ ليش ارتبط اسم مدينه عرابي بالعكوم؟ لانه العكوم بتجيب الدكاتره. هذا إشي يعني أنا حاولت أضرب، أنت ضربت أسرع. وبنذكر دائما أنه مدينة عرابي تحتل المكان الأول عالميا ورسميا في الطب، وهذا بيشرف كل مجتمعنا العربي. أنت شو بتعمل، شو بتشتغل؟ والله كنت أشتغل متبيل وفي سترابي طعال بحيفة، كنت أشتغل. وحاليا نفس الشيء. الله يعطيك. وهذا شغل يعني مؤسسي. إحنا إسا بالعيد بدي أسألك، خلال الشهر الفضيل كان في ساعات خاصة للعمل؟ يعني
حاولوا يساعدوكم وانتم كنتوا بساعات خاصه عشان الافطار؟ بشكل عام كان في تهاون تساعد. ايوه ساعدوكم. طيب احنا بدنا نسالك عن مثل عربي بسيط جدا، وهذا المثل اذا عرفت انت متجوز عزابي؟ عزابي عزابي. اخوه صغار فيه؟ في موجود. طيب الله يخليهم. قديش عمرك عزيادي؟ 24. 24 مبين عليك انت شوي اكبر، يمكن الحياه متعبتك. الجثي صح؟ الحياه متعبتك ولا الجثي؟ لا الجثي شغل جثي نصاحه. الله يسعدك، لازم تنزل بالوزن. طيب انا بدي اقول لك مثل عربي بسيط بيقول تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي. برافو عليك، شو رايك بهالمثل؟ على ورق الفل دلعني، شو رايك فيه؟ اليوم صار ينطبق كثير على الناس. ينطبق تماما. بالضبط. اشتغل 24 ساعة وتيت قولوا. تيتي تيتي كيف ما رحت جيتي. والله. على بيبي شارك احنا راح نبعتك، هناك فيش تيتي تيتي، هناك في هدية حلوة بانتظارك، كل عام وانتم بخير، فطر سعيد. تسلم يا رب، بارك الله فيك، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير لكم يا رب. مرحبا، رمضان كريم. الله اكرم، الله يخليك، كل عام وانتم بخير. فطر سعيد لكل متابعي قناه هلا. فطر سعيد، كل عام انتم بألف خير، ولقناه هلا وللموجودين. الله يسعدك وكل سنه وانت سالم، ورمضان كريم. الله يسعدك. الله يسعدكم. السلام عليكم. مرحبا، فطر سعيد، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. هلا هلا. عرف عليك الاسم الكريم. محمد نعيمني من عروبي. هلا عم محمد، قديش عمرك عم محمد عزيز؟ 18 سنه. العمر كله شو بتتعلم تشتغل؟ لا هسه بعدني دعوت سنه هسه بالشغل، انا بدي اقعد سنه وبعدين افوت على التعليم. شو حابب تتعلم؟ طب اسنان زي اهل العرابي يقول. يا اخي بدي اسالك، يعني بايش عرابي مشهوره غير بالطب؟ غير الاطباء بايش انتم مشهوره؟ شو بدها تكون مشهوره يعني؟ بالعكوب. بلا برضه بالعكوب. بالعكوب. شو قصه العكوب؟ احكي لي. شو بعرفني اياه، العكوب واحد بنقب شوي من هون وبيبيع من هون وبربح. العكوب يعني معروف هون بعرابي. معروف. قل لي كيف، ايش اكثر شيء بتحب العيد هون بعرابي؟ ايش العيد بعني لك؟ كيف بتعيد؟ فيش عرابي، الصبح بتكون مليانه، اخر النهار ولا حدا بتشوفوه هون، كله طوشش. يام هيك. يام. بس انت كيف بتحتفل بالعيد؟ مين على مين اول شيء بتعايد؟ على اهلي وقرايبي، عمامي واظل جيراننا، وبنطلع مع بعض عند عمتي و... بعد في عندكم هذا كله بتعملوه باول يوم؟ بنسويه. طيب احنا بدنا نسالك عن مثل، المثل بقول اتمنى الخير لجارك بتشوفه باب دارك. برافو عليك، اتمنى الخير لجارك بتشوفه باب دارك، برافو عليك. رح اعطيك هدية من هون من عرابي من بيبي شارك، مبروك عليك. ورمضان كريم، كل عام وانتم بخير. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية وهدات البال. الله يسعدك، ونشوف ان شاء الله بنشوفك طبيب ناجح. الله ان شاء الله يا رب. فطر سعيد، كل عام وانت بخير. وانت بخير، اهلا وسهلا. كيف عرف عليك الاسم الكريم؟ محمد عاصلي من عرابي. يا اهلا بيك محمد، شو بتعمل، شو بتشتغل حضرتك؟ انا بتعلم بيطري، طب بيطري بالاردن. يعني زي اهل العرابي. لا بتتعلم هاي الايام بالاردن؟ حاليا عندي امتحانات، بس راجعين نعيد ان شاء الله. ان شاء الله. بدي اسالك، تختلف اجواء رمضان والعيد تختلف عن الاردن بلادنا؟ طبعا غاد دول اسلاميه عندنا، غاد بيشاركوا اكثر برمضان من ناحيه صلاه، من ناحيه هاي الشغلات العباده بتكون اقوى من عندنا. انت حسيت انه كابن مدينه عرابي، وانت وين ساكن، وين بتدرس في الاردن؟ اربد. في اربد حسيت هذا الفرق بين عروس الشمال اربد في الاردن وعرابي، مدينه عرابي احنا عروس الجليل طبعا، بس انا بدي اسال انه لهالدرجه شعرت في فرق؟ في فرق انه غاد احنا من اولاد صغير لشباب لكبار لنسوان، كلياتهم بس يصلوا، كلياتهم بتكون بالجامع بالصلاه، كلياتهم بيشاركوا بصلاه الصبح، صلاه العشاء وغيره. هون بكون اقل من ناحيه صلاه، من ناحيه اجواء رمضان كانت اقل، بس من ناحيه سحور، من ناحيه مشاركات بعرابي لابد، يعني كانت كثير حلوه تقريبا، يعني زي اربد بس شوي خفيف خلينا نقول. طيب انا بدي اسالك عن اجواء العيد، انت مش متجوز طبعا، بعدك طالب جامعي، كيف بتحتفل بالعيد؟ طقوسك انت؟ طقوس احنا عندنا العيله صله الرحم، اول شيء وصلنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كلياتنا بنطلع صلاه العيد، بعدين صلاه العيد بنبلش صلاه الرحم، كلياتنا بنزور القرايب، عماتنا، خالاتنا، اخواننا وغيره، وهيك بنتهي يوم العيد. بالضبط. طيب انا بدي اسالك عن مثل عربي، مثل عربي قديم وله معاني كثيره، بيقولوا لو واحد اتاخر عن جاي على العيادة تبعته، واعد الناس على السبعة وجاي هو على الثمانية مثلا، مش انت هيك؟ لا ما تكونش هيك. فبقول المثل الله يطعمك الحجة والناس راجعة، والناس راجعة والناس مروحة.
صغار لك في حواليك صغار اخوه اولاد عم اخوه الصغار اخوتك الله يخليهم في لين هديه من بيبي شارك هون بعرابي بالعيد شكرا لك وكل عام وانتم بخير نعطيك المجال تعيد على من على من تحب كل عام وانتم بخير كل الامه الفلسطينيه والامه الاسلاميه وان شاء الله عيد سعيد ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم بخير ونحن خليك هون واقف ونحن مشاهدينا راح نخرج لفاصل اعلاني قصير نعود لاستكمال حلقه العيد الخاصه من مدينه عرابي ان شئتم مدينه الاطباء مدينه العكوب بطبتها باهلها بناسها الطيبين خليكم معنا حلقتنا حلقة العيد السعيد مستمرة هنا في مدينة عرابي عدنا لاستكمال حلقتنا تعالوا نشوف شو راح يصير معنا الله يسعدك الميكروفون لإلك شاشة قناة هلا لإلك وعايد من تحب بهذا اليوم السعيد بهذا اليوم السعيد ونحن على أعتاب عيد الفطر السعيد نعايد عليكم أولا ونشكركم على هذه اللفتة الكريمة وعلى جميع مشاهدي تلفزيون هلا ونعايد على أهلنا في عرابي وعلى عموم أبناء شعبنا ومجتمعنا وأمتنا والبشرية جمعاء بهذا العيد السعيد الذي نسأل الله تعالى أن يكون عيدا سعيدا ممتعا لجميع الناس ونسأل الله أيضا أن يعود هذا العيد علينا وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال ونال كل ذي حق حقه وأن يكون مجتمعنا هنا في الداخل قد تخلص من آفة العنف المستشرية فيه وعاش الجميع بوئام ومحبة وتآخي وسلام كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير فطر سعيد خير. وانت بألف خير أسعدك تعرف عليك محمد عاصلي أبو إيش حضرتك أبو العز أبو العز هذا العز العز للرز تعرفوا المثل اللي بيقول العز للرز وإيش بكمال بتعرف العز للرز والبرغل شنق حاله شنق حاله الله يسعدك الله يخلي لك إياه قد عمره 3 سنين العمر كله طيب أول إشي اشرح لي عن جو العيد عندكم كيف أنت بتحتفل بالعيد والله زينا زي بقى الناس نلفلف على القرايب نلفلف على أصحاب على الحبايب وهون وهون بتعرف يعني وفي تخطيط ليوم طلعة مع العيلة أكيد طبعا وين بتطلعوا وين أهل عرابي وين بتفشوا حوالينا وين مكان هون حلو شو بتشتغل شو بتعمل حضرتك أنا محامي الله يسعدك ممنوع نغلط معك ممنوع الغلط مع المحامية شو تخصصك محاماة بإيش لا حوادث بس حوادث الله تأمين وحوادث الله يسعدك الله يخلي لك عز إحنا بدنا نسألك عن مثل عربي قناة هلا طبعا بتتابعها بتشوفها إحنا بنسأل عن أمثال عربية المثل اللي معي شوي صعب من كلمتين بدنا يحاولوا يختصروا الجمعة أو في فترة اللي هي بتكون ممكن أشهر بتكون شهرين موسم مثلا زي موسم الكرز زي موسم المشمش اللي جايين أخرى شوي فبيقولوا يلا كل هالموسم جمعة بشم مشمشي مشمشية برافو عليك جمعة مشمشية بتاخذ لي العز على بيبي شارك هون على العيد هاي هدية لك كل عام وانتم بخير ونعطيك الميكروفون والكاميرا تعايد من تحب ان شاء الله كل عام والجميع بألف خير انتوا احنا وكل الناس يعني وان شاء الله بمرق هالعيد على خير وتمام على الكل الله يسعدك كل عام وانتم بخير الله يسعدك بألف خير اخوي فطر سعيد كل عام وانتم بخير وانت بألف خير واهلا وسهلا فيكم بقناة هنا وموقع بنت في مدينة عرابي واهلا وسهلا فيكم تعرف عليك وانت بخير تعرف عليك بس الاسم الكريم استاذ نسيم شاهين من عرابي الله يسعدك نسيم ابو ايش حضرتك ابو شادي ابو شادي شكلك انت متابع يعني دائم طبعا يوميا ايش بيعجبك بالبرامج بقناة هلا كثير برامج اما متابعها يوميا بدون قناة هلا فيش يوم لا طبعا الأخبار والبرامج والترفيهية والتعليمية والمسلسلات وكل شيء اللي تمام الحمد لله الله يسعدك شو بتشتغل شو بتعمل حضرتك انا استاذ مدرسي لا حول ولا قوة الا بالله بيقولوا عادة لما بنلتقي باستاذ مدرسي بنقول له استاذ مدرسي بنقول له الشغل مش عيب فعلا الشغل مش عيب كم سنة 22 سنة فاتك اي موضوع بتدرس انا استاذ موسيقى وزائد موضوع الحظر على الطرق طب استاذ موسيقى يعني هذا موضوع بحبوه الطلاب ممكن لا طلابنا اليوم اكثر موضوعين يعني بحبوه هن اولا رياضه زائد الموسيقى
وبعدين باقي المواضيع الدرجة ثانية وثالثة ورابعة. وين بتدرس؟ بأي مدرسة؟ أنا بدرس في مدرسة الزهراء عرابي. هون بالبلد عندكم؟ بالبلد. بدي أسألك، يعني درس الموسيقى كان في المرحلة الابتدائية إلزامي، بالإعدادية شوي شوي عم بروح، بالثانوية مش موجود. شو رأيك أنت لو أنت من المسؤولين بتفتيش موضوع الموسيقى، كنت بتعيد هذا للإعدادي والثانوي يكون درس إلزامي وأكثر من حصة بالأسبوع؟ طلع هذا الإشي رجع لوزارة المعارف والمدراء، المدراء هن قرروا إنه يحطوه على دفوت رشناء أو أولوية أولى أو ثانية وثالثة، بالابتدائيات بيعرفوا أهميته وبحطوه أولية، وحتى بالبساتين والجنيم. بالإعداديات بلش الإشي يخف قليل من الإعداديات، وخصوصا المدراء هن بيقرروا بهذا الإشي. الثانويات قاموا بتاتا مع إنه بحاجة، أما في مدارس اللي عملوها ثانوية ويدخلوا موضوع الموسيقى وبعملوا فيها كمان بقرود، ولكن هذا الإشي موضوع خسارة إنه يكون ناقص أو مش موجود بالإعداديات والثانويات. أنا حسب رأيي بالابتدائيات يوم لازم يكون يوميا حصة موسيقى ورياضة، ولكن الوزارة ما قررت إنه تعطي حصة أسبوعية. فمن أحلى حصص اللي تدرس للطلاب هو درس الموسيقى والرياضة والفنون كمان. حلو، بدنا نروح للعيد. يوم العيد شو بيعني لك وكيف بتعيد؟ اشرح لي هيك برنامجك بيوم العيد. أنا شخصيا بحب أجواء رمضان أكثر من أجواء العيد. فأجواء رمضان بتحس إنه في محبة، في ألفة، في أجواء هيك روحانية أكثر، خارج عن المألوف اليومي، عن برنامجك اليومي. فبيجي العيد بيجي الضغوطات، بيجي التحضيرات، بيجي المعايدات، الزيادة في المصاريف، شايفة البلد هيك كله معجوق، كل البرامج اليوم اللي على الراديو بتحكي عن الضغط اللي الناس فيه موجودة. فأنا شخصيا ما بحب الضغط، أنا بحب الأجواء هيك الريلاكس. ريلاكس الحمد لله. الله يسعدك. احنا بدنا نقول لك كل عام وانت بخير يا أستاذ. ألف خير وأهلا وسهلا فيكم في مدينة عرابي وبشرفتونا. بدنا نسألك، ما خلصناش، بدنا نسألك عن سؤال. طيب المثل هيك بيقول: أجت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح. والله شو رأيك بهالمثل؟ ينطبق على المدرسين ومعاشاتهم؟ بدناش نحكي عن هذا الموضوع. المعلمين اللي عندهم فيتك أو عندهم عدد سنوات كبيرة بطل يمشي عليهم مثلا. أما أنا بشعر مع المعلم أو المدرس أو المعلم اليوم اللي عمال تتخرج، فعلا هذا المطابق لإلها. أجت الحزينة تفرح ما لقاش مطرح، فهي السنين اللي عمال تقعدها وتستنى تيجيها الدور تتعين وتتوظف، مسكيني حرام يعني ما إلهاش مطرح اليوم. إن شاء الله أنه بيكون للجميع مطرح. بيبي شارك هنا بعرابي بقدم لك هدية من البرنامج. شكرا لك وكل عام وانت بخير. شكرا لكم وكل عام وانت بخير والجميع بخير، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. أسعدك، شكرا لك وكل عام وانت بخير. لهون مشاهدينا نأتي إلى نهاية حلقة العيد، صورناها واستمتعنا بها كثيرا في مدينة عرابي. نتمنى للجميع من برنامجنا استنى شوي ومن قناة هلا وإدارة قناة هلا والعاملين والموظفين كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده.